رن 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 جرسنا ترانا اليوم بلشنا جاهزين خليكوا جاهزين جاهزين خليكوا جاهزين رايحين رايحين للفن رايحين رن 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 جرسنا تلوين لعب وتمارين يلا يا أطفال يلا يا حلوين رح نسأل ونلعب رح نمرح نستفيد مدرسة وبيت وملعب استديو مساء الخير وأهلا وسهلا بالأصدقاء والأبطال الحلوين في حلقة جديدة من خلال برنامج استديو الأبطال حلقة يوم الربوع الأربعاء ونسدي وناسه وينزداي ترى على وزن وناسه احنا قلناها في الايام السابقه. اذكر الاصدقاء والابطال ان هذه الحلقه هي حلقتكم والمشاركات هي مشاركاتكم عن طريق الاتصال او عن طريق الاس ام اس سين باللغه العربيه اس باللغه الانجليزيه. قبل كل شيء انا الايباد يمي اليوم اول مره ببلش تويتر بس بطريقه ثانيه. تويتر ما في اي جائزه يعني اللي يتصل يربح بس هالمره هاليوم هذا بسأل سؤال بسيط لكل الأصدقاء الحلوين اللي قاعدين يتابعونا. قبل لا أسأل علشان في ناس ما عندهم الحساب حق استديو الأبطال مال تويتر، سؤال إذا جاوبتوا عليه أو أسرع شخص يجاوب عليه راح أربح جائزة كأنه اتصل علينا، جائزة مقدمة من برنامج استديو الأبطال. السؤال يقول التويتر يقول @abtal_الراي موجود؟ موجود، راح يظهر لنا أسفل الشاشة، هذا هو تويتر البرنامج. شنو السؤال؟ شنو جمع كلمة امرأة؟ اللي جاوب أسرع يلا أنا ناطر اللي جاوب أسرع هو اللي راح يربح ويانا على جائزة وراح أقول اسمه أسرع واحد يجاوب. ما هو جمع كلمة امرأة؟ امرأة شنو جمعها؟ يجاوبنا عن طريق تويتر البرنامج وراح يربح ويانا جائزة مقدمة من برنامج استديو الأبطال. أنا ناطر وأنا صح والله يا زوزي صح. أول واحدة زوزي جاوبتها اللي هي نساء، جمع كلمة امرأة نساء. سجلوا اسمها زوزي بس لأن احنا ما نقدر نسجل زوزي يعني تي أنا زوزي زين مو بالبطاقة المدنية يمكن ما في زوزي، فعشان كذي نزلنا اسمك الثلاثي علشان نعطيك الجائزة. شكرا حق كل اللي قاعد يشاركون، ما شاء الله ما شاء الله ميوش وخديجة كلهم قاعد يقولون إجابة صحيحة، فلونة بعد كلهم قاعد يقولون إجابة صحيحة، فيونة قاعد تجاوب إجابة صحيحة، بس اللي جاوبت أسرع هي زوزي. زوزي أعطينا اسم الثلاثي عشان تربحين يانا الجائزة مقدمة من برنامج استديو الأبطال. على السريع أذكر كل الأصدقاء والأبطال اللي حاب يتواصل ويانا ويجي علشان يحتفل في عيد ميلاده بإمكانه التواجد كل حلقة خميس وكل حلقة سبت في برنامجنا استديو الأبطال علشان يحتفل في عيد ميلاده. وإنستغرام نفسه بالضبط، نفس الشكل نفس الصورة نفس الباسورد، بس انتم ما تعرفون الباسورد انزين، هو نفس الانستغرام الخاص في برنامج استديو الابطال. راح نلعب مع بعض ونستمتع مع كل الاصدقاء الحلوين. الاسبوع الجاي اتوقع هو اسبوع رياضي في معظم المدارس التعليميه قاعد يشتركون في اسبوع رياضي، بما ان الاجواء جميله والاجواء حلوه فاتمنى مشاركات كل المدارس واحنا راح نغطي ان شاء الله علشان نعرضها في اخبار الابطال في فقرات برنامج استديو الأبطال. اللي عنده أي نشاط خاص في هذا الأسبوع الرياضي يقدر يراسلنا عن طريق تويتر أو عن طريق الأرقام اللي تمر أسفل الشاشة. أذكر بالألعاب على السريع وبشكل بسيط، عندنا لعبة سيارات بين اتصالين، لعبة الصورة المخفية بين اتصال واحد راح تكون أو اتصال واحد، بالإضافة عندنا ألعاب ثانية لعبة قوة الملاحظة لعبة البازل وأيضا ألعاب كثيرة. باكر إن شاء الله راح تصير عندنا لعبة كنا نلعبها بالأسئلة بس ماني قايل خلوها لي باكر، بس كذي أحبذ إن الأبطال يشاركون يانا بحلقة باكر علشان يتواصلون ويربحون الجوائز العديدة المقدمة في برنامج استديو الأبطال. اليوم عندنا 3 كاستومرز، الكاستومرز هما موسى بالكبير سلمى صقر وموسى كاستومرز. كل برنامج لكاستومرز، كل مكان لكاستومرز، العملاء اللي هم دائما يتواصلون الاصدقاء الابطال، فكاستومرز الابطال هم الثلاثي المرح اللي متواجد ويانا في حلقه اليوم. يا سلام لابسين احمر مع ان مانشستر امس خسر، ها انتوا لابسين احمر عشان مانشستر؟ ريال مدريد ما يلبسون احمر، حارس يمكن يلبس احمر بس، ها انتوا لابسين احمر عشان مانشستر امس؟ اكيد عيني بعينكم ريال مدريد، من يشجع ريال مدريد يرفع ايده. يا سلام 2-1 النتيجه. زين لو لعبوا برشلونه ريال مدريد من تشجع؟ ريال مدريد شطار. زين لو تلعبون شطار لان الحين مالي ويا اسولف عن الامارات. يلا اوكي يلا ناخذ اول اتصال بحلقه اليوم. ما اقلب ترى انا ما اقلب بس
برشلوني متعصب اصلا. شنو سبب خساره برشلونه؟ هو ما له شغل برنامج اطفال، ولكن سبب خساره برشلونه معروفه، غوارديولا. بس انا من وجهه نظري المدرب، في ناس قالوا برشلونه يلعبون بدون مدرب، يا هذا المدرب راح صار من اللعيبه. في خطه لازم حق كل بيت، لازم رب اسره، فرب الاسره اللي كانت في برشلونه هو غوارديولا. ناخذ اتصال. الو الو، دشينا برنامج الجماهير الله يهداك. يلا الو. السلام عليكم. وعليكم السلام. اصال شلونك؟ الحمد لله. اخبارك؟ الله يسلمك. انتوا ايش اخباركم؟ الحمد لله تمام. الحمد لله. تفضل يا أصال، مشاركتك وأول اتصال. أول شيء حابة أقول لك منور وطالعتك الحلو. مشكورة. وحابة أقول بيون تقول لك مشتاقة لكم وتحبك. الله يسلمها، سلمي عليها وايد. أبشر. وحابة أقول شيء وبعدين أهداء. أوكي قولي وبعدين أهداء، تفضلي. أوكي حابة أقول حق سعولة بإذن رب تطلعين وتنورين البرنامج وحسينا والله يقومك بالسلامة. اللهم آمين. تفضلي تحياتك. أهداء حقك أنا. حقي أنا؟ إيه. يلا قولي. طيب. حينما يتشابه الجميع يختلف ويتميز هو، فجميعهم متشابهون، جميعهم كبعضهم الباب إلا هو، اختلف عنهم جميعا وكأن الخالق خلقه وحيدا دون 39 شبيها، ميز عنهم أجمعين وجعلك حالة خاصة من سنه مثيل أو شبيه، أقسم تفرد بصفات عدة واختلف عنهم بكل شيء، شخصيته، أسلوبه، حديثه، فلسفته، إزعاجه، جميعه مختلفة، حتى عيوبه أقسم أنها في نظري أصبحت ميزة، هو نعمة لم تتكرر. الله يسلمك، صفقة حق أصال، مشكورة حبيبتي، شكراً، شكراً على هذا الكلام الجميل اللي أنت مسويته وكاتبته لي نقلة في برنامج سيد الأبطال ولي تحديدا. شكرا 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 يا أصال على هالكلام الجميل، أعطيك العافية. أصال دائما شاركنا في بداية الاتصالات لأن أول اتصالات تكون مشاركات وتحيات أو إهداءات أو أي اقتراح حابين أن يقترحونه في الفقرة الأولى في برنامجنا. بعد اتصال راح ناخذ بعد اتصال. ألو منال. ألو. أهلا وسهلا، السلام عليكم. عليكم السلام. شلونك يا منال؟ الحمد لله زين، شلونك أنت؟ والله أنا الحمد لله بخير الله يسلمك. تفضلي. بغيت أسلم عليك. الله يسلمك. وأقول له يا قوم مساء بالسلامة. السلام إن شاء الله. وعواشة تبغيني. يلا تلعب. عواشة. ألو. عواشة. نعم. السلام عليكم. السلام عليكم. شلونك؟ الحمد لله. شو أخبارك؟ الحمد لله. تبي تغنين؟ إيه. يلا غني. تلعب. تبي تلعبين؟ حاضرين. يلا خلينا نشوف اللعبه اللي جاهزه وياك. اوكي يلا البازل، خلي اختك تساعدك. زين عواش. يلا ركزي على الصوره، شوفي زواياها، اهم شيء الزوايا، عشان اذا ركبتي الزوايا النص يصير سهل. يلا ركبي لي اياها، اخذي زاويه رقم 7. شنو تتوقعين اللي يركب؟ اي شنو؟ اف 7. اتش 7 سوري، اتش 7 صح. كملي. اوكي. اي بي 2. بي 2 صح. كملي. بي 4. بي 6. بي 6 بي 4 هي صح اول واحده، وانا من عندي اف 8 وانت تقولي اخر واحده سي 6 صح. سي 6 برافو عليك، ركبوها ركبوها ركبوها، شطوره يا عواشه، مشكوره على اتصالك. بتقولي شيء ثاني قبل نقول لك باي باي؟ بتوجه حياتي. بتوجهين تحياتك، يلا وجهي تحياتك. امي ابوي ايه وميمي ومريم ومها أخواني. إيه. أنتم مشاعر. مشكورة. وكنترول. وماجد. كله يحبوني. الله يسلمك، مشكورة، يعطيك العافية وما قصرتي، شكرا جزيلا يا عواشة. الكابتن ماجد عاد من جديد في برنامج استديو الأبطال، والكل قاعد يشجعه ويحييه،
هذا يدل هذا اندل يدل على انه تعامله جميل مع الابطال عن طريق الاتصالات عشان الكل يمكن يستفسر من هو ماجد من هو ماجد. في بعض الاصدقاء قاعد يشاهدون ومو عارفين من هو ماجد، وهو ماجد اللي يرد على الاتصالات والمشاركات الخاصه في ابطالنا الحلوين. راح نشوف هالكليب ونرجع معاكم. فتح نوافذ للحياة نهل الكويت. شفتوا البوم؟ حمل على سطح الأمل نهل الكويت اللي بنوها من بوادي ومن حاضر كانوا بعيدين النار. ردنا وياكم من بعد ما شفنا هذا الكليب الوطني الجميل. راح ندردش مع أصدقائنا، وسلمى اليوم جايبة كلمات حق زميلتي مشاعل وتويتر البرنامج واتصالات خاصة في ألعابنا من بعد الفاصل. بدنا وياكم الفقرة الثانية في برنامج استديو الأبطال، فقرة الأبطال ومشاركات الأبطال اللي موجودين داخل الاستديو، وبعدها راح نلعب وياهم إن شاء الله بالفقرات الجاية. نبلش مع سلمى. مساء الخير يا سلمى، أهلا وسهلا فيك. والمرة يعني ما أدري عاد بالضبط إيش كثر عدد زياراتك، تنورينا وشنو حابة تقولي؟ تفضلي. أول شيء بوجه تحياتي، بعدين أقول كلمة حق مشاعر. يلا أول شيء وجه تحياتك، بعدين قولي الكلمة اللي حق أمي وأبوي وحق خالاتي وعماتي وحق مشاعل وأنت وكل اللي يتابعون استديو الأبطال. كل اللي يتابعون استديو الأبطال مشكور، يعطيك العافية. تفضلي خلينا نسمع الكلام الحلو اللي أنت كاتبته. لا مو إحنا خلاص الحين حطينا طاولة زين وميكروويف ومسخان فما يصير. أوكي زين يلا تفضلي قولي. لا بس يا شعولة يا غالي عسى الله يشفيك وتقومين من سوء المرض بالسلامة، مأجورة بإذن الله وتكثر حسناتك، عساك دايم ما تشوفين الندامة، تنشدني الناس يا غالي بطاريك، شعولة المزيونة لها أيام غايبة علامها، الله يطول بعمرك يا شعولة ويبقيك يا بنت الغالي والعالي مقامة، على دروب الخير والصحة والسلامة، على الهدى والحق والاستقامة، انت الفخر ولنا الفخر يوم نسميك، شعولة بدروب العز ما بك غشامة، الله يشفيك يا شعولة والله يقويك، ختامها يا رب عبدك يناجيك، في دعوته وآخر كلامك مرامة، وتقوم شعولة من طيحتها بالسلامة، يا من أمرها بين كاف ونون، تستجيب دعوتها يا رب لها بالسلامة، ترجع لنا شعولة الحبوبة سالمة معافى. اللهم آمين. مشكور، أعطيك العافية على الكلام الحلو هذا، وبإذن الله إن شاء الله مشاعر رادة يوم حلقة السبت الجاي إن شاء الله مشاعر راح ترد استوديو الأبطال. ليش خذيت الميكروفون بسولف إياه؟ ليش مستايل؟ زي قولي لي أنت ما شاء الله دائما تشاركين ويانا وتكتبين وتسوين حتى طريقة الكتابة فيها مثل ديزاين، مثل ما قاعد اشوف صوره مشاعر الموجوده على الديزاين. منو اول شيء يساعدك بالكتابه وانت تكتبين؟ قولي لي الكلام شلون ينكتب.
ابوي يساعدني. وياك ابوك شاعر؟ ها ايوه شاعر عنده الموهبه ما يقول لنا. انزين وانتم كذي تحبون تسوونه بكيت بطريقه هذه حلوه كذي تكون ها. تحياتي تفضلي. قلتي تحياتك حلو. ننتقل حق موسى. زين عيدي عادي يعني ببلاش مو. موسى شلونك؟ زين شو اخبارك؟ الحمد لله. موسى صقر يقول ابدوس حياتي. ليش ما تبيني اسولف؟ ها؟ اقول ولا انت تبي تقول؟ اقول؟ ها؟ يلا موسى يقول صقر يقول انت تشجع مانشستر امس. لا ما تشجعها. شنو حابة ترد عليه بتصريح؟ ها؟ أنا حي ريال مدريد. تتحيي ريال مدريد؟ وهم يحيونك بعد. زين وهو يقول أخوك المفروض إنه يعرف أنت من تشجع. أنا حي ريال مدريد. يعني أنت تحب ريال مدريد؟ اللي يحب ريال مدريد مفروض يعرف لاعبين ريال مدريد صح؟ عطني ثلاثة من لاعبين ريال مدريد. كريستيانو. كريستيانو شنو؟ أو بيبي. بيبي هذا بلاك بيري واتساب ها. يعني لحظه مو ايش قاعد تسوي يعني ترى انت يعني شنو عبالك قاعد تغششه احنا ما ندري ها. يلا تعيد اياهم مره ثانيه موسى. اول واحد منو؟ كريستيانو. شنو يلعب؟ هجوم دفاع وسط حارس؟ يلعب وتوسع على رفيده. منو رفيده؟ يلعب باص حق رفيجه؟ اوكي هو يلعبون لباص بس حلو هذا يلعب باص حق رفيجه. غير كريستيانو رونالدو منو في بعد؟ بيبي اوكي. وبعد الثالث؟ ومسعود وزيل. ها؟ مسعود وزيل. مسعود وزيل صح؟ ابدو تحياتي. ما اسمع ابدو تحياتي. ما خلصنا للحين اللاعبين. بعد منو تعرف الحارس شو اسمه اللي متعور؟ تاشلس. شو اسمه؟ تاشلس. شو اسمه؟ هذا يقول؟ اخوك يا موسى اخوك ما يصير تسوي فيه كذي. والولد قاعد يساعدك وانت تقول هذا يقول؟ انا تحياتي. يلا قول تحياتي قول. تحياتي حق امي ابوي حق عبد الله مشاعل. ان شاء الله مشاعل تصير زينه. اوكي امس شفت المباراة؟ منو؟ ها؟ ما شفت المباراة؟ شفتها؟ منو انطرد أمس من مانشستر؟ ما حد انطرد ها؟ أي مباراة أنت شايف؟ مدريد ومانشستر. صفقة حق موسى وصفقة حق سلمى. مشكور حبيبي يا موسى. آخر واحد صقر. يلا قول لي اسمك ثلاثي عشان بسمع صوتك أول شيء. صقر سلمان ثلاثي. يعني اسمك واسم أبوك والعائلة. صقر سلمان حاجر. والنعم فيك يا صقر. كم عمرك؟ ثمان سنوات. اليوم راح تباري منو بلعبة الهوكي؟ ليش ما تباري سلمى؟ يلا عادي ما عندك مانع. تحياتك يا صقر. حق امي ابوي الله تعماتي ان شاء الله من مشاعل ترد بالسلامة ان شاء الله يا رب. زين انت منو تشجع من الاندية بالكويت؟ قادسية، عربي، كاظمة، السالمية، فحيحيل، النصر؟ قادسية. لو لعبوا مدريد مع القادسية ريال مدريد. ليش؟ انت مو بالكويت؟ أغوياء. ها؟ أغوياء؟ ها تشجع اللي ضامن فوزه. يعني انت مع اللعب. ها شوف ردت عليك وهو قاعد يغششك الحين. شفت شلون؟ شنو قال لك؟ تحيي برشلونه ولا ريال مدريد؟ اكيد مدريد يحيي. انت تحيي مدريد صح؟ اكيد. برازيل؟ ها قاعد يعطيك يعني هو قاعد يفتح لك فيه. برازيل ولا اسبانيا؟ منو تشجع؟ برازيل. انت برازيل وانت؟ اسبانيا. برازيل. ليش؟ أغوياء. ها انت على القوة صح. نسيت انك على القوة. مشكورين يعطيكم العافية على حضوركم اليوم في البرنامج. راح نكمل اتصالات. قبل اتصالات عشان اخذ تعليقات التويتر خل ابلش بالتعليقات. السلام عليكم عبود منور. شكرا تحياتي لشعولة صارت احسن ان شاء الله. نور من البحرين. شكرا يا نور صديقتنا. الكل قاعد يجاوب نساء. خلاص خذينا اسم واحد فقط يا بنات علشان كذي ما راح نقدر نكمل معاكم في تعليقات. سؤال البداية اللي أنا سألته، أنا أحب قناة الراي واللي محليها الثنائي شعول وعبود وأنا زعلانة منكم لأنكم ما غنيتوا لي أمس عيد ميلادي. بيان عيد ميلاد بيان. يلا حاضرين يا بيان نحط لك أغنية العيد ميلاد الخاصة
لك انت تحديدا يعني عشان لا تزعلين، وكل عام وانت بخير وعسى ايامك كلها فرح. يمكن احنا ما حطيناها امس، ما قرينا التويت، فعشان كذي اسفين يا بيونه. هذه لك واحده مطرشه نساء بس تاخرت. يلا مره ثانيه بعد منو عنده عيد ميلاد؟ عزيز، عزيز مصورنا وخلف هذه الكاميرا ايضا اليوم عيد ميلاده، نقول لك كل عام وانت بخير يا عزيز، ما عزمنا على كيكته. هاشم علي الغامدي يقول من المدينة المنورة، تابعكم من أول ما ابتدأ البرنامج أنا وماما، تحياتي لعبد الله ونايف وحمود ومصلح وعبد الله بعد. يلا اثنين عبد الله صاروا. سلام عبد الله، شلونك؟ الله يسعدك عبود، خلي لك أهلك. شكرا. سلامة شعولة ما تشوف شر من أم وفاء من مكة، شكرا يا أم وفاء. سوسة من السلطنة، مساء الخير عبد الله منور، تحياتي حقك. ها قلناها، شكرا جزيلا، فديتكم البرشلونيين. هذا تويت بروحه يا كذي. ناخذ اتصال. ألو. ألو علي. هلا. السلام عليكم. وعليكم السلام. شلونك يا علي؟ الحمد لله بخير. أول مرة تشاركنا؟ أول مرة. أول مرة نلعب مع بعض لعبة السيارات، أوكي؟ أوكي. يلا رح ناخذ اتصال ثاني. ألو. جنان. ألو. جنان. ألو. السلام عليكم. عليكم السلام. جنان شلونك؟ زينة. راح تلعبين مع علي لعبة السيارات، ثلاث أسئلة لك ولا أوكي؟ إنزين. جاهزين؟ إيه. من يفوز؟ أنا. علي سمعتها؟ علي. هلا. سمعتها؟ إيه. تقبل التحدي؟ إيه. ها؟ إيه. إيه يلا خلينا نشوف لعبة السيارات. أول سؤال حق علي. علي أنت على يمين الشاشة وجنان يسار الشاشة. علي سؤالك يقول وردة الجوري نوع من أنواع الفواكه، صح أو خطأ؟ خطأ. خطأ، برافو عليك. وردة الجوري شنو؟ صحح لي الغلط. ها شنو هي وردة الجوري نوع؟ علي خلاص يلا، أهم شيء أنك جاوبت. ننتقل حق جنان. جنان سؤالك يقول يوجد بعصير البرتقال فيتامين سي، صح ولا خطأ؟ صح. صح، برافو عليك، خطوة قدام. السؤال الثاني حق علي. علي عكس كلمة ارتفع انخفض، صح ولا خطأ؟ صح. صح، برافو عليك، نطلع الخطوة قدام. ننتقل حق جنان. جنان الخطوة الثانية ركزي فيها يا جنان، حطيته علي أهم شيء. إيه أوكي جنان، لأني بسأل سؤال كذي. جنان فلسطين دولة عربية مكونة من سبع حروف، كلمة فلسطين من سبع حروف، صح ولا خطأ؟ جنان. لا ايه لا ايه لا ستة. شنو؟ لا لا كم حرف عيل اذا لا؟ ستة. ستة، برافو عليك، خطوة قدام، حلوين شطورة. اخر سؤال حق علي. علي العمرة هي طواف البيت الحرام والسعي بين الصفا والمروة، وهي عبادة اسلامية، صح او خطأ؟ صح. صح، اجابة صحيحة واخيرة كانت حق علاو. اخر سؤال لك يا جنان، يقول السؤال سنبول هي جمع لكلمة سنبلة، صح أو خطأ؟ خطأ. شنو الصح؟ سنابل. سلام عليك، نحيي ونصفق حق علي وجنان، شطار وبرافو عليكم، واثنينكم ربحتوا جائزة من برنامج استديو الأبطال. شكرا علي، شكرا جنان في لعبة السيارات. راح نلعب داخل الاستديو من بعد الفاصل. ردنا في زاوية الألعاب وزاوية الهوكي، والتحدي راح يكون بين أصدقائنا صقر وموسى. راح نلعب مع بعض اللعبة الأولى، بعدها الفائز راح يباري المتأهلة للنهائي بروحها كذي. سلمى قولوا ليش؟ لأنها بنية، صح؟ فعشان كذي إحنا راح نلعب لعبتين، اللعبة الأولى بين موسى وصقر، الفائز بينهم يباري سلمى في نهائي هذه اللعبة. جاهزين؟ أكيد. نرجع الأرقام 0-0 بين الأثنين. ها على شنو حجرون قص؟ لا الحين الأصغر، منو أصغر؟ بس خلاص موسى عند اللعبة. واحد اثنين ثلاث يلا اللي ييب جول. يلا واحد بعد، يلا كمل 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 كمل. واحد صفر، واحد صفر حقي. آه فاول فاول.
فاول فاول لا وقف هني وين حطك يلا شوت 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 يلا واحد 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 اللي يجيب جول يفوز واحد واحد بين موسى وصقر الله حلو خلاص بس وقفنا لا خلاص تعادل ها انا قلت خلاص اي والله خلاص يلا تعالي يا سلمى اوكي روح هناك صقر زين نغير اماكنكم موسى اقعد معصب موسى كرت اصفر ترى انذار عادي اعطيك انذار شعبالك يلا سلمى وصقر في النهائي واحد لحظه منو الاصغر انت الاصغر مدام عند سلمى يلا حلو واحد اثنين ثلاث يلا ابيك يلا دير بالك يا بنيه دير بالك دير بالك ترى هو العيد فوق ها يلا يلا كان الجول فاضي يحاول يعدي دير بالك يلا للحين صفر صفر النتيجة واخر لا شنو سالفة ايدك هذه اللي واقفة كذي يلا شنو سالفة الايد يلا واحد صفر يلا مرة ثانية واحد صفر ها يلا لعبوا اثنين كله من ايدك كذي اكو احد يلعب كذي شنو هذه شنو اريل انت تلعبين على الواي فاي يلا خلصنا بس تفضلوا اماكنكم شكرا جزيلا يعطيكم العافيه اذا سلمى تلعب على الواي فاي وهذا كان الوايرلس عندها شكرا جزيلا حق صقر وموسى وصقر وموسى وسلمى شكرا يعطيكم العافيه على تواصلكم ومشاركتكم واليوم البطل في هذه اللعبه هو صقر خلينا نرجع مكاننا يلا نرجع مكاننا علشان نرجع حق الاتصالات الو عايشه هلا شلونك الحمد لله زين السلام عليكم وعليكم السلام قولي بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ايوه عشان لا تغلطين ان شاء الله انا دائما الواحد يبلش بكل شيء بسم الله الرحمن الرحيم عايشه نلعب مع بعض ايه يلا خلينا نشوف اللعبه يلا عايشه تطيك روليكو روليكو شو تبي وشيسكو في جانكو بخاطه Nie, dzisiaj nie. Tym razem to mu się na pewno nie uda. O, dziękuję, misiu. Jak się tu dostałeś? Tylne drzwi były otwarte. Och, tylne drzwi. Tak sobie szedłem i pomyślałem, że jeżeli nie masz nic przeciw temu, to może... بغض النظر عن الترجمة أبي أسألك سؤال يا عائشة، أوكي؟ اوكي الارنب كان قاعد يطق خشب بالباب كم خشبه كانت لازقه بالباب يعني اللي ركبهم بالباب اللي قدامه كم خشبه كانت اكو مركبين واكو قاعد يركب المجموع كم كان ثلاثه اللي تركبوا كلهم يعني كانت اللقطه موجوده كم خشبه اربعه نشوف لا. نقدر نشوف ها لا خمسة انت الحين قلتي ثلاثة واربعة وخمسة خير الامور خير الامور خير الامور اربعة اللي هي الوسط خلينا نشوف يلا خلينا نشوف اربع خشبات شفتيها اربع خشبات شكرا يا عواش تقدمين تحياتك ايه يلا قولي حق ميابوت ايه حق فداتي زين حقك انت مساعد مشكورة وحق ولد اختي مشاري اوكي بس خلصنا كذي عواش يلا مشكورة اعطيك العافية بعد اتصال هاجر ألو ألو يا هاجر شلونك؟ تمام نلعب مع بعض؟ إيه كم عمرك أنتي؟ عشرة عشر سنوات تعرفين لعبة الصورة المخفية؟
يلا خلنا نلعبها، ولازم تعرفين شنو الصورة اللي موجودة ورا التسع أرقام. تفضلي يلا اختاري رقم. خمسة. سؤال، سؤالك يقول يا ذكريني باسمك. هاجر. شيء يوجد في الصحراء فما هو؟ شنو الأشياء موجودة بالصحراء؟ الجمل. جمل حلو صح. يلا بعد رقم ثاني. واحد. ياس. يساعد في الشفاء. ألمح لك على الموجود بالصورة، يساعد بالشفاء. اختار رقم ثاني. عسل. عسل خلاص بدون لا تختارين رقم. برافو عليك، عسل كانت هي الصورة اللي موجودة وإجابة صحيحة. ايش رايك بس بالتلميحة قوية صح؟ أعطيتك معلومة حقها. شكرا لك، يعطيك العافية على اتصالك. بتقولين شيء ثاني؟ لا مشكورة. يلا ناخذ تعليقات تويتر البرنامج. في تعليق يعني في تويت انا بس مكتوب عبود هلا شنو بس عبود شنو ما ادري. انزين مساء السعاده منور عبود، وجه تحياتي حقك وحق جروب عشاق عبود ولمساتي ابداع وكل اللي معي بالتويتر من بنوته. شكرا يا بنوته. عبود انا فزت في مسابقه السؤال، بس كيف اكتب اسمي كامل واتواصل معاكم؟ هنا تكتبين اسمك تتواصلين ويانا. هم يعني اذا انت دزيت التويت كتبي الاسم ورقم التليفون، اذا انت حابه تكتبين رقم التليفون، اذا مو حابه تكتبين رقم التليفون اعطيني اسمك الثلاثي. انزين وموجود اذا اي حد مبنى الراي يقول هي فايزه وهذا الاسم وهذه بطاقتها المدنيه تقدرين تستلمين جائزتك. وهذا الكلام حق الجميع، حتى 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 حق الاتصالات، حتى حتى حق الاتصال. انزين بعد عندنا في ناس مطرشت لنا تصاميم، ما اقدر اعرض التصاميم انا بس ممكن اقرا تعليقاتكم. عبود منور اشتقنا لك كثير، شكرا. تحياتي لديما وياسا وبسمه وسبيكه وهند ولودي وهديل من ميوش، اقرب ليز عبود. هذا هذا التعليق وقريناه. بيون شعوله ما علموك ان في غيابك يلف دنياي السكون، وفي وجودك تضحك احزاني وتهون، ما تشوفين شر اختي الغاليه شعوله، الله يشافيها. من بيونه مشكوره يا خيتي يا بيونه. مساء الخير عبود منور، شكرا. اكبر تحيه حق عشاق عبود من هنود، شكرا يا هنود على تواصلك. هاي عبود وجه تحياتي لي احلام وتغريد وحنان، واقول لي توتو لا تزعلين بنت ال بنت شنو الجهني، بنت الجهني ممكن ان شاء الله انا ما قريتها غلط، بس ان شاء الله واصله تحياتك. ناخذ اتصال. نوف. الو. مرحبا نوف، انت على الهواء. نوف. هلا شلونك؟ الحمد لله. جاهزة تلعبين؟ ايه. نوف مصحصحة معاي علشان نلعب. ايه يلا. يلا هيا بنا نلعب، خلينا نشوف لعبة شنو. يلا ركبي لي. اوه أول مرة أشوف جيري أكبر من توم، شفتوا شلون؟ ترى مرات تصير ها، ديروا بالكم مو كل مرة الكبير كبير ها، الحياة تقلب ترى. يلا ركبي لي اياها. اكس اثنان. اوكي بعد بي ثمانية. بي ثمانية. سي اربعة. سي اربعة. سبعة. انزين ايه سبعة اخر واحدة. ودي ستة. شكرا حلو يا نوف، برافو عليك. اذا تبين توجهين تحياتك عندك الفرصة الحين. اوكي لا مغلط. مع السلامة. مشكورة يا نوف، وربحتي ويانا الجائزة مثل البنات والشباب اللي اتصلوا وربحوا ويانا الجواز. ارجع حق تويتر والتعليقات مرة ثانية. سلام، احنا ناصر وعبد الله من السعودية، احنا دائما نتابعكم، وجه تحياتي لجوري الحلوة في الكويت ولفهودي الحلو، ونقول لكم نحبكم كثير. شكرا وان شاء الله يوصل الكلام. مساءك نعمة من الرب، مساءك ينور القلب، يحفظك ربي في كل درب. هذه دعوة من القلب، اهداء لعبود، الله يحفظك ان شاء الله. الاء الاء والله كلامك جدا جميل. انت لاحظت لساني صار في شيء انجليزي؟ الاء هاو ار يو؟ زين بعد هذا فيديو امس اثر فيني كلما زادت المهن. يلا كيفك عبد الله؟ انا محمد العتيبي، اقدم تحياتي لك ولمشاعل والمخرج، مخرجه هي ساره، لانكم ما قصرتوا تفرحون عيالنا وتجمعونهم عندكم، وان شاء الله مشاعل ترجع بالسلامه. شكرا جزيلا.
مساء الخير، أوجه تحياتي حق كل أصدقاء البرنامج، مساء حلاوة من حلات عيونك، مساء يحفظك ربي فيه ويصونك، منور أمل وأمالي وتهاني، شكرا. بعد مساء الورد، كيفك عبود؟ تمام. اسمي نورة. أي نورة اللي قالت عبود؟ هلا يا نورة. أنت واحدة واحدة نورة؟ أو شي قالت عبود؟ هلا نورة. عاد أنت ردي لي الحين شنو تبين؟ أمري. واحدة واحدة. بثون تقول 28 حرفا يختفي عندما أريد التحدث عنك، يا أجمل وأروع عبود بالدنيا. شكرا الغالي، أحبك وايد. شكرا يا بثون، شكرا يا الغالي، أنت ما قصرتي على تعليقاتك وكلامك الحلو. تحياتي لك يا عبد الله، تحياتي لأمي وأبوي وإخواني جعفر وبشاير ومنصور وتوني وتوني عفوا، انا عبالي اسم لانه وايد نكات قاعد تطلع نفس الشكل. وتوني راده من الجامعه تعبانه. حدي عبد الله، متى تخرج؟ شخبارك؟ قطعنا القبعه وتخرجنا وخلصنا من سنتين تقريبا يعني سنه تحديدا، سنه بس تقريبا سنتين. يلا مساء الورد منورين، تحياتي لعهود، اقول لهم ترجعون حق تحياتي لي هلا روق عهود، اقول لهم ترجعون بالسلامه، وتحيه خاصه لغرام، وتحياتي لكم رحوبه من السعوديه. شكرا يا رحوبه. ناخذ اتصال. الو مروه. هلا، مساء الخير. مساء النور والنوير. الله اخبارك؟ الله يسلمك، شلونك يا مروه؟ الحمد لله زينه. شو اخبارك؟ نطرناك على الخط وايد. لا عادي عادي، زين. اشوه مشاركتك يا مروه صديقتنا. أول شيء بقول شيء عقب وجهت حياتي. تفضلي. عبود هيبة، ما صار آخر اسمك أمان الله. الله حلو ممتازة. أنتوا من وين تبون هالحكي هذا؟ لا بنطلع. بنطلعون ها، شغالين جوجل. يلا شكرا. هاي وجهت حياتي. يلا وجهي، تفضلي. أول شيء أكبر تحية طبعا حقك أنت. شكرا. أقلك منور. مشكورة. ربي يحفظك إن شاء الله، ويحفظك إن شاء الله. شكل خلف الأزرق. الله يسلمك. زين، وحق جروب عشاق عبود. زين. حق بثينة، عبود بثينة وايد تسلم عليك وتحبك وايد. الله يسلمك. زين، وحق بيون، وحق أنوش، وحق زهور، وحق بنوتة، وحق سمية وسمية، وحق زنوب، وحق أصل. مشكور. وحق روح الكرار. وحق روح الكرار صديقتنا ايضا. شكرا يا مروه، وحقك انت بعد، انا مني لك حقك انت يا مروه، بما انك انت واحده من صديقات البنات اللي قلتي اساميهم. يعطيك العافيه على اتصالك، راح نكمل والتعليقات راح نكملها من بعد الفاصل. صفقة. آخر فقرة وياكم في حلقتنا لليوم في برنامج استوديو الأبطال، راح نكمل نفس الموضوع لأن في اتصالات وايد ومشاركات كثيرة ناطريننا علشان يلعبون يانا، علشان يربحون، علشان يوجهون إهداءاتهم وتحياتهم في برنامج استوديو الأبطال. على السريع أذكر كل الأصدقاء بطرق التواصل. أول شيء اللي يبينا داخل الاستوديو حياه الله، من السبت لغاية يوم الخميس على طول يتواجد ويانا، أي شوي أكثر 3-4 يعني، إذا كثر 2.5 العكس، زين عكس اللي انا قلته، 2.5-3.4 تقريبا. اما اللي حاب يتصل ويشارك ويانا، الاس ام اس موجود، يطرش لنا مسج بالاس ام اس، باللغه العربيه، اس باللغه الانجليزيه، لا حد يتكلم بسرعه يضيع. زين، وايضا عندنا الاحتفال بعيد ميلاد، اخذ كيكتك تبي تزين العيد ميلاد، تينا داخل الاستوديو عشان نحتفل وياك من يوم الخميس ويوم السبت في حلقاتنا الستة، يعني عندنا حلقتين من حلقاتنا الستة عندنا لاحتفال بعيد الميلاد. ألو حلا. ألو. ألو حلا. أهلين، كيفك عبد الله؟ يا الحلا، لا 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 تتكلم عن حلاك. شو رأيك في الشكل هذي؟ أنا أتحدى أبو صقر. أتحدى أبو صقر بس. حلا شلونك؟ الحمد لله منيحة، أنت كيفك؟ والله الحمد لله أنا بخير. تفضل يا حلا. عندي مشاكل بس رجاء ما تقطعوا اتصالي لحتى ما خلص. خلاص إذا طولتي راح نقطعه. لا بس مقارنة هي. زين، إيش كثر تقريبا؟ لحظة خلينا نشوف عشان نحسب. ما بعرف. إيش كثر؟ دقيقة تقريبا. يعني دقيقتين. تقريبا دقيقة. تقريبا دقيقة.
يلا بس الموضوع مو سياسي. لا مو سياسي البنوب. إيه خاف دشي بالسياسة. لا لا. يلا تفضلي. يحيى ولميس ومهند ونور. قلتش مو سياسة. يوه. لا لا تغشر وياك. أمون أمون صح؟ يلا قولي مرة ثانية. واحد اثنين ثلاث قولي. يحيى ولميس ومهند ونور عشاق وجمعنا بهم المسلسلات. أعجبنا بتمثيلهم حيث يوجد هناك من أحبهم، حتى أطفالهم تابعوهم بكل جديد. ولكن عندما ظهروا لنا أجمل وأروع المذيعين أعجبنا بهم بشدة، وأعجبنا بتقديمهم الرهيب وتعاملهم مع الأطفال وحتى الكبار. أعجبوا بالبرنامج رغم أنه طفولي، عشنا وكبرنا مع مشاعل وعبد الله، وكان كل اسم في الانترنت اللي هي النكنيمات تحتوي على اسم يحيى ولميس وإلى آخره، والآن كل النكنيمات تحتوي على أسماء عشاق مشاعل وعبد الله، محبين استوديو الأبطال، مجانين مشاعل وعبد الله، حتى في الفيسبوك وتويتر. هذا كله بفضل رب العالمين وبفضل قناة الراي وبفضل كل المخرجين والكناترة وبفضل كل من له دور في أروع برنامج. ونشكرهم ونشكركم جزيل الشكر على كل ثانية تنظيم حياتكم لكي تظهروا لنا الأفضل وتخبرونا بالأروع. هؤلاء أنتم منذ عرفناكم. سلام الله على كل قطرة عرق في جبينكم من أجل إسعادنا ومن أجل الأطفال، فهذه نعمة لنا لأنكم تسعدوننا دائما بوجودكم سوا. اللهم صل على محمد وآل محمد. يا رب يا كريم يا رحمن ويا رحيم يا الله، لا تحرمنا من مشاعر العقيل ومن عبد الله مال الله. يا رب لا تحرمنا من كل إنسان وإنسانة من كل من عمل في استوديو الأبطال وتعب من أجلنا كلنا. يا رب احمهم من كل عين ومن شر كل حاسد إذا حسد. يا رب أثر في أعمارهم وارزقهم جنات النعيم. يا رب أرحمهم وارحمنا برحمتك الواسعة. يا رب اجمعنا معا في الفردوس الأعلى. ربنا تقبل منا أنك أنت السميع العليم بحق العدة في الأطهار. اللهم صل على محمد وعلى محمد. الله عليك الله عليك، كلام جدا جميل ورائع وطريقة حلوة في إلقاء هذا الكلام الجميل، وتستاهلين صفقة كبيرة. من كل شخص قاعد يشتغل وأيضا يجتهد لبرنامج استديو الأبطال، شكرا على هذا الكلام اللي أنت كاتبته، ويعطيك العافية وما قصرتي، وإن شاء الله دوم دوم هالمحبة لنا ولكم إن شاء الله، وإن شاء الله أنا ومشاعل يا رب، وتعطينا مثل ما عطتنا الفرص تعطينا أيضا فرصة ثانية تلفزيون الراي وإدارة تلفزيون الراي إن احنا نقدم هذا البرنامج الجميل في برنامج استديو الأبطال. وطبعا يعني الحين قاعد يقولون لي كنترول، ليش قاعد يقولون لي؟ قاعد ينادوني يحيى زين كذي ومهند. لحظه شي ضحك. افا افا يا صقر موسى ها؟ لحظه انا لما قلت يعني انا ما عندي جنود يردون علي، يردون عليكم. الو هلا. الو شفتي سووا موسى وصقر؟ اول شيء هلا مشكوره اختي على هالكلام الجميل، يعطيك العافيه والله يخليك حق اهلك ويسعدك يا رب، وان شاء الله نفرح فيكم البنات اذا كبرتوا. ما شاء الله في بنات صغار كبروا، لان على فكره في بنت جت لي تقريبا عمرها 21 او 20 سنه يعني ما شاء الله عروسه زين، فقالت لي انا جيت استديو الابطال، فحسبتها صدق قبل 6 سنين تقريبا عمرها 14 سنه كانت متواجده في برنامج استديو الابطال. ان شاء الله تدوم هالفرحه ويدوم هذا التواصل من خلال هذه الساعه في تلفزيون الراي. شكرا يا حلا على هذه المداخله. بتقولين شيء ثاني؟ لا. ايش رايك فينا ما قطعنا الاتصال؟ كلامك وايد حلو صراحه. استكثرتن كثير. الله يسلمك، شكرا جزيلا، وان شاء الله نسمع صوتك باكر والايام القادمه. ناخذ بعد اتصال. الو. اضواء. اهلين. مرحبا اضواء. مرحبتين هلا شنو والله. شنو هذا اضواء؟ ترى شكل حلو قاعد تقولون انتم. والله يعني ترى على فكره في ناس قاعد تابع يقولون ايش دعوه شي، ترى قاعد يقولون ايش دعوه. تفضلي يا اضواء. اول شيء عبود حبيت اقول لك يعطيك العافيه. الله يعافيك. لانك قاعد تعطينا من وقتك، وربي يسعدك لانك دائما تسعدنا وتحاول بقد ما تقدر تسعد الكل. ملكت الكل وطيبه قلبك وكنا نحبك والله. الله يسلمك. ولو تكلمت عنك من هنا لين سابع سماع ما وفيك حقك. الله يحفظك ان شاء الله. مشكوره اخيتي يا اضواء، تسلمين يا الغاليه على هذا الكلام الجميل. الله يحفظك. ايش رايك نلعب؟
لا. تبي توجهي تحياتك؟ ايوه. يلا وجهي تحياتك يا ابو. ابي اوجه تحياتي حقك وحق شعولة حبيبة قلبي، وتحية خاصة حق جروب عبود وجروب مسائل وحق بوسينة وأصال وعسقة عيال مال الله وزهورة وبسومة وحيوتة فيوزة. وبقول حق أصال حبيبة قلبي أنا أحبها كثير والله يخليها لي. الله يسلمها إن شاء الله ويدوم هالمحبة بينكم. شكرا يعطيك العافية أضواء صديقتنا وحبيبتنا، ودائما تتواصل عن طريق تويتر أو عن طريق الاتصالات. سلمي على كل البنات وكل الشباب اللي قاعدين يتابعونا من جروب عشاق عبود، جروب مشاعل، وجروب الكابتن ماجد، وجروب المنديل. هذه الأربع جروبات اللي انضافوا الحين في برنامج جسد الأبطال. نكمل آخر تعليقات معانا. صح لسانك يا حلا، مشاركتك وايد روعة، ربي يحفظكم لنا يا رب، يعطيك العافية. من آلاء، شكرا يا آلاء، على طول كانت معلقة معنا. مساء اللوز والفستق عليكم، زبدة الفستق يا أجمل من خلق ربي. ينطق إهداء إلى عبود، ربي يحفظك. من آلاء أيضا، من آلاء شكرا آلاء، بس والله خربت أدري بتويتك، ما عليه لأنه مو واضح. عبود أنا من السعودية، ما في عندي أحد في الكويت. هذه زوزي اللي ربحت الجائزة. حاولي اندزلك ياها على DHL ما يصير. زين. يقولون هلا فدوى، هلا على هالكلمات الطيبة، آمين يا رب يحفظنا ويحفظها إن شاء الله وللجميع. من زهراء من البحرين، عبود أمي تسلم عليك وتقول أنت شكل حلو من بنت السودان. شكرا يا بنت السودان، يعطيكم العافية على تواصلكم. خلاص قربت ساعتنا على النهاية وجرس النهاية، هذا شكل حلو طبعا. شكرا لأصدقائنا اللي كانوا موجودين في حلقة اليوم، وأيضا نشكر وين رايحين وين رايحين ها؟ ورايحين. نشوفكم باكر إن شاء الله حلقة الويكند، نبي تواصلكم سواء بالاتصالات أو التواجد داخل الاستديو. مع السلامة. رن 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 جرسنا، ترانا الحين خلصنا. رن 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 جرسنا، ترانا الحين خلصنا. خليكوا جاهزين، رايحين رايحين للفن رايحين. بس مو تلوين لعبو تمرين، يلا يا أطفال يلا يا حلوين. بس مو تلوين لعبو تمرين، يلا يا أطفال يلا يا حلوين. رح نسأل ونلعب، رح نمرح نستفيد، مدرسة وبيت وملعب، بس كل الأبطال أكيد.